حملوا على مر الزمان عظيمة وتحملوا من أجله التعليم، حملوا كتاب الله بين صدورهم وترنموا ببيانه ترنيما. تحملوا من أجله التعليم، حملوا كتاب الله بين صدورهم وترنموا ببيانه ترنيما. رحلوا عن الدنيا وذي أصواتهم بقيت خلودا في الدنا ونجوما، أنس القلوب تلاوة يشدو بها، صوت يزيح عن القلوب هموما، صوت يعيد الغافلين لربهم ويظل يسري في الوجود رخيما. هذه مزامير تطل عليكم فتريكم المجهول والمعلوم. التحق في صغره بالمدرسة الابتدائية بالقرية، وبينما هو ذاهب إلى المدرسة استرعى انتباهه وجود تجمهر كبير من الناس في عرض الطريق. سأل الطفل الصغير عن سر ذلك الحشد، فقيل له إن ابن بلدنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد دخل الإذاعة وسوف يقرأ الآن في الراديو. وكان هذا اليوم تحديدا يعتبر هو الخارطة التي رسمت طريقه وحددت اتجاهه نحو الحياة. اتجه الطفل الصغير إلى الكتاب مباشرة وألقى السلام على الشيخ واستأذنه في الجلوس بين أقرانه. هكذا عرف الشيخ أحمد الرزيقي طريقه مبكرا ودون وصاية من أحد، وبدأ معهم الحفظ وظل يتردد على الكتاب مدة أسبوع دون أن يعلم أحدا من أهل بيته. ولكن المدرسة أرسلت خطابا يحمل مدة الغياب التي غابها أحمد الرزيقي، فتعجب والده أن ابنه أيضا يخرج كل صباح ويعود في الوقت الذي تنتهي فيه فترة اليوم الدراسي. انتظر الأب ابنه أحمد الرزيقي حتى يعرف منه عن سبب هذا الإنذار، فقص عليه الطفل أحمد ما حدث معه، فقام أبوه فاحتضنه وقبله وقال له: يعني أنت اتخذت القرار من نفسك؟ قال: نعم. فشجعه على ذلك وفرح جدا بهذا القرار، وسأله عما حفظ من القرآن، فقرأ عليه الشيخ فدعا له بالتوفيق وأقره على ذلك. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا من قومه ما نعلم.
وفي بلدة أصفون تلقى الشيخ أحمد الرزيقي علم القراءات وعلوم القرآن على يد الشيخ محمد سليم المنشاوي أحد أشهر علماء القراءات في مصر، وبدأ يعود إذنه على متابعة مشاهير القراء عن طريق الإذاعة، واهتم أيضا بمتابعة الأماكن التي يسهر فيها القراء ويتلون القرآن الكريم خاصة في محيطه في الصعيد ويقتدي بهم. وبعد أن حفظ الشيخ أحمد الرزيقي القرآن كاملا وهو في عمر 10، أهدى له والده جهاز راديو ليستمع إلى القراء، قراء الرعيل الأول في الإذاعة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ذاع صيت الشيخ أحمد الرزيقي كقارئ شاب جديد للقرآن الكريم في كل مدن وقرى الوجه القبلي. انهالت عليه الدعوات ليسهر في رمضان ويحيي الحفلات واللقاءات، فأصبح محل ثقة وحب لجميع من هم في صعيد مصر. وسارت شهرته في القاهرة بين عمالقة القراء، هنالك أيضا أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ومحمد الصيفي وأبو العينين شعيشع. وقيد الله له في القاهرة بلدياته الذي كان سببا في اتخاذه طريق القرآن، اللي هو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، فشجعه الشيخ عبد الباسط على القراءة بين هؤلاء العمالقة في داخل القاهرة، وهو الذي فرض عليه الإقامة في القاهرة ومغادرة حياة الصعيد حتى يثبت وجوده في وسط هذه الكوكبة المتألقة من القراء. حتى جاءت سنة 1975 ميلادي، فالتحق الشيخ الرزيقي بالإذاعة المصرية بعد أن تجاوز الاختبار المطلوب بكفاءة واقتدار وامتياز. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى حصل الشيخ أحمد الرزيقي على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لدوره في خدمة القرآن الكريم، كما حصل على العديد من الميداليات وشهادات التقدير. توفي الشيخ أحمد الرزيقي سنة 2005 ميلادي وكان عمره 67 سنة. رحم الله الشيخ أحمد الرزيقي رحمة واسعة. القارئ الآخر من خلال هذه الحلقة ولد سنة 1903 ميلاديا في قرية دروة مركز أشمون بمحافظة المنوفية في مصر. في كتاب القرية استطاع الشيخ أن يحفظ القرآن الكريم كاملا وعمره لم يتجاوز 9، ثم انتقل إلى القاهرة وهناك التحق بالأزهر الشريف للاستزادة من العلم والثقافة.
حملوا كتاب الله بين صدور. سطع نجم الشيخ عبد الرحمن الدروي في دولة التلاوة في نهاية الأربعينيات وتحديداً سنة 1948 ميلادياً، حيث كان قرأ في أحد المناسبات وكان عمره وقتها 45 سنة، وقد سلب الباب الحاضرين بخشوع صوته وترتيله الجميل، وقد سمعه رئيس الحكومة المصرية في ذلك الوقت إبراهيم عبد الهادي فسأل عنه، ثم سأل مستنكراً لماذا أمثال هؤلاء لا يقرؤون في الإذاعة المصرية؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء التحق الشيخ عبد الرحمن الدروي بالإذاعة بعد أن اجتاز اختبار لجنة القراء بها، وشاع صوته بين الناس وأصبح واحداً من أشهر الأسماء في مصر. وقد كانت حياة الشيخ الدروي مصداقاً لأوامر القرآن ونواهيه التي تزكي النفس الإنسانية وتحقق للروح خلاصة وسعادة رائعة، فلم يعرف عنه تكالب الدنيا أو حب تكالب الدنيا من حب المال ونحو ذلك. ومما يذكر مصداقاً لهذا ما ذكره العلامة محمود الطناحي رحمه الله، أنه في سنة 1948 ميلادي وأثناء أداء الشيخ عبد الرحمن الدروي فريضة الحج، وكان بصحبة الشيخ عبد العظيم زاهر والشيخ طه الفشني، أن طلبته الحكومة السعودية يفتتح إذاعة جدة، أول إذاعة للمملكة، فوافق الشيخ على الفور وبلا تردد قام بتسجيل 4 ساعات كاملة. وبعد الانتهاء من التسجيل قيل للقراء الثلاثة: الحكومة السعودية تترك لكم تحديد الأجر المناسب لما قرأتموه في الإذاعة. فبكى الشيخ الدروي وقال: كيف نأخذ أجرا على قرآن قرأناه في البلد الذي نزل فيه القرآن؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وبسبب صوت الشيخ الدروي جابت شهرته الآفاق، وتهاتف الناس باسمه وتهافتت أسماعهم إلى الراحة على صوته العذب الجميل. ودعي الشيخ إلى المملكة الأردنية سنة 1953 ميلادي، فسجل هناك 16 تسجيلاً وقرأ سورة الكهف في المسجد الأقصى في جمعتين متتاليتين، وقرأ في الحرم الإبراهيمي في الوقت الذي كانت فيه فلسطين تتبع من المملكة الأردنية، ولم يتقاضى الشيخ مليماً واحداً عن أي تلاوة قرأها هناك سواء في الأردن أو في فلسطين. وعاش الشيخ تلك الحياة المترفعة الزاهدة في هدوء ووقار، وكانت قمة سعادته في خلوته التي يستمع فيها لتسجيلات الشيخ علي محمود
والشيخ محمد رفعت، وشاء الله أن يبتلي عبده بمرض في الأحبال الصوتية ظل ملازما له قرابة 30 سنة حتى انتهى به إلى جوار ربه سبحانه وتعالى سنة 1991 ميلاديا. رحم الله الشيخ عبد الرحمن الدروي رحمة واسعة. حملوا على مر الزمان عظيما وتحملوا من أجله التعليما، حملوا كتاب الله بين صدورهم وترنموا ببيانه ترنيما. حملوا من أجله التعليم، حملوا كتاب الله بين صدورهم وترنموا ببيانه ترنيما. رحلوا عن الدنيا وذي أصواتهم بقيت خلودا في الدنا ونجوما، أنس القلوب تلاوة يشدو بها، صوت يزيح عن القلوب هموما، صوت يعيد الغافلين لربهم ويظل يسري في الوجود رخيما. هذه مزامير تطل عليكم فتريكم المجهول والمعلوم.